ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على السر الغامض لبرج السرطان. برج السرطان عنده حاجات كتيرة حقيقي نقول عليها ان هي اسرار كتير غامضة، على الرغم ان هو برج احنا ممكن نلاقيه واضح جدا، ولكن هو نفسه حاجات كتيرة بيستغربها فيه، يعني بيلاقي حاجات كتيرة في شخصيته وبيستغربها في نفسه جدا. هو نفسه الناس اللي مرتبطين بيه برضه بيستغربوه، لدرجة ان هو بينصدم من الاشياء دي. فعنده كتير من الاسرار اللي قادرة على تحول شخصية برج السرطان من شخص هادي وطيب ونحس ان هو حد يعني اللي هو عفوي، او ان هو عاطفي اكتر او بيتعامل بحساسية وعاطفية اكتر، لشخص جبار، يعني قادر جدا على تحول نفسه من ان هو يكون بيحبك جدا، يكون كويس قوي، يكون معاك لطيف جدا في المعاملة ويكون ذوق جدا، لشخص انت ما تتوقعهوش. قادر جدا ان هو يديلك كلام دبش، كلام جارح جدا، كلام بيبقى صعب ان انت تتحمله، وافعال كمان قاسية جدا. لو لقى منك ردة فعل مش كويسة، لو حس ان انت بقيت انسان مش تمام، لو حس ان انت بتلاوع معاه، ممكن يتحمل مرة عشان هو عاطفي فيتحملك مرة، لكن المرة اللي بعد كده هتلاقي شخص انت متتوقعهوش بيعرف ياخد موقف، وقادر جدا ان ياخد مواقف قوية تهزم اللي قدامه او تخلي الشخص اللي قدامه يبقى شاكك، هو انا بتعامل مع مين؟ هو ده الانسان اللي انا بتعامل معاه؟ فبيكون شخص تاني تماما. كمان في شيء تاني، سر موجود في برج السرطان، واكتر طبعا رجل برج السرطان. رجل برج السرطان بيتوتي جدا، ومن النوع اللي بيحب البيت والأسرة وإن يكون ليه كيان ويحب زوجته جدا. بس افرض هو الزوجة اللي معاه مش حاسس إن هي يعني معاه في حقوق، أو إن هو مبسوط معاها، بيبدأ إنه يبص بره، وده شيء بيستغربه جدا برج السرطان، او المحيطين ببرج السرطان بيستغربوه ان برج السرطان قادر ان هو يبص بره، او ان هو ممكن يخون، مش يخون بمعنى الخيانة، ولكن ممكن انه يعني يدور على اهتمامات او حد تاني يهتم بيه، او حد يديله العاطفة اللي هو مفتقدها او الاهتمام اللي هو مفتقده، فيبدأ انه يدور عليه بره، لكن ما بياخدش خطوة أساسية، يعني مش ما بياخدش خطوة الخيانة أو الغدر، لكن عنده حتة إنه ممكن يبص بره لتبادل الاهتمام أو الحاجات اللي زي كده، وده أنت ما تتوقعوش. ولكن برج السرطان بيبقى ده من ضمن أسراره، وهو نفسه بيستغرب من ده كمان. برج السرطان كمان عنده القدرة على الشفافية العالية جدا جدا، ومن الأسرار بتاعته إن هو قادر إنه يكتشف سرك أنت، يعني قادر ان هو يحس باللي جواك، يحس باللي انت شخص بتعمل ايه، بتتلاعب بيه ولا ما بتتلاعبش بيه، ناوي على ايه، شخص كويس مش كويس، يتعامل معاك ولا لا، يحبك ولا ما يحبكش. فكل الحاجات دي برج السرطان قادر جدا على اكتشافها، قادر على اكتشاف الشخص اللي قدامه. كمان بيحس بالمواقف، بيحس بالحاجة قبل ما تحصل، بيحلم بالحاجة قبل ما تحصل، تحس ان هو شخص مخاوي شوية، يعني هو نفسه بيستغرب بالحتة دي فيه، ولكن هو عارف ان هي نعمة موجودة عنده. يعني دايما يقول لك انا ربنا كرمني بكذا، ان انا بعرف الحاجة قبل ما تحصل، او وفي اشخاص بيخافوا من النقطة دي على فكرة، يعني الموضوع ده في عدة ابراج، ولكن في ناس بتخاف فعلا من نفسها في الحتة دي. لكن ده من ضمن اسرار برج السرطان، ان هو عنده شفافية وعنده روحانيات هايلة وعالية جدا جدا، بتخلي الشخص اللي بيتعامل معاه يستغرب. برج السرطان اللي هو انت واصل للدرجة دي؟ انا اعرف شخص من برج السرطان، وده بجد يعني، ويعني حاجة اكيدة جدا، لان هي حد قريب مني قوي، اتعمل عملية جراحية ليه وهو في البيت، صحي من النوم وهم صحيوا ولقوا ان هو معمول بشاش ومتغطي. وانا يعني عندي استعداد احلف لكم ان والله ان ده حصل لحد قريب مني جدا، يعني لان هم عندهم فعلا روحانيات هايلة جدا، وتلاقي منهم كتير بيمر بأشياء
بيبقوا خايفين ان هم يحكوها كمان، يعني بيوصل بيهم الحال ان هم بيخافوا يحكوها، بيبقوا واصلين لدرجة هايلة كده. فده من ضمن اسرار برج السرطان. كمان في يعني في سر تاني مهم لبرج السرطان، وهو ان برج السرطان بيبقى بيتعامل مع الحب او مع الحبيب او مع الشريك بمنطلق اني انا بحبك جدا وبعشقك وبموت فيك، ورومانسيات بقى ومشاعر قوية جدا جدا، واجي قدام الشخص ابقى بطيخ، يعني ابقى مش عارف اتكلم، مش عارف اعبر عن حبي، مش عارف اقول اي حاجة تماما. وده بيكون سبب كبير في ممكن يكون في فتور ما بين علاقة برج السرطان والشريك، خاصة مع الأبراج النارية والأبراج الترابية، ما بيعرفش يتعامل معاهم بشكل كبير على فكرة، يعني بيبقى فيه دايما سنس احراج كده، والأكتر طبعا الأبراج الترابية. فمع ان في ترابط كبير وتفاهم كبير بينهم وما يقدروش يسيبوا بعض، يعني برج السرطان مع الأبراج الترابية بيبقى صعب ان هم يسيبوا بعض، ولكن بيبقى مش عارف يتفاهم، بيتكسف، بيتحرج، بيبقى عنده مطالب معينة بيتحرج ان هو يقولها، فدايما تلاقي عندهم الموضوع ده. ولا في بقى حاجة تاني، ان هم يعني ايه النهارده كده نقول له كلام لطيف وحب ورومانسية، وعايزين بقى ناكل يعني على ضوء الشموع، اول ما يجي في موضوع كده حصل حاجة ضايقت برج السرطان، هوب ابدا ان يلا نتكلم، هوب برج السرطان يبدا ان هو يتضايق، وخاصه مرأة برج السرطان حاجه بقى فيها شك او غيره او حاجات من النوعيه دي، خلاص قلبنا الحاجات الرومانسيه ليه كلام ودبش واسلوب صعب، فما عندوش القدره على ان هو يسيطر على مشاعره او يسيطر على عصبيته او يسيطر على غيرته او الحاجات اللي هي زي كده، فصعب جدا. وفي نفس الوقت ان هو بيتحرج يطلع المشاعر دي، بيبقى عايز الشخص اللي قدامه يجبره على ان هو يطلع المشاعر دي، يجبره ان يطلع الحب والرومانسيات. ده اكتر برج رومانسي، بس محتاج اللي يدوس له على الزرار، يعني محتاج اللي يديله الامان اكتر، الحب، الاهتمام، عشان هو يكون بيبقى في تفاعل معاه يعني. فدي برضو بتكون من ضمن اسراره القويه جدا اللي لازم كل حد مرتبط ببرج السرطان او هيرتبط ببرج السرطان يبقى عارف النقطه دي كويس جدا جدا. وعلى فكره، لا على فكره، اغلب المشاكل اللي بلاقيها ان بيبقوا مش فاهمين النقطه دي في برج السرطان، ان هو عايز حب رومانسيه وان انتم تطلعوا ده منه، يعني مش عايز الفتور، مش عايز الكسوف، الحاجات اللي زي كده. ده مهم جدا. هقول لكم كمان في سر تاني عند برج السرطان، وهو ان برج السرطان لو تعرض لغدر او خيانة او مشاكل قوية من الحاجات النوعية اللي هي الغدر او الخيانة او انه يشوف حد تاني عليه او الكلام ده، على قد طيبة قلبهم وعلى قد ان انت ممكن تحس ان هم صعب يعملوا حاجة وصعب يؤذوك وصعب ينتقموا منك، وي 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 ده تمام، موجود جدا في كل الحالات إلا الغدر والخيانة، انه بيكون قادر جدا على الانتقام، قادر جدا ان هو يوجعك ويجرحك جدا ويأذيك أذية قوية جدا لو انت أذيت مشاعره او كسرت قلبه او جرحت مشاعره. ده وقتها بينتقم منك انتقام صعب صعب صعب، انت مش هتقدر تتحمله لانك مش متوقعه، مش عشان هو شخص غامض، لا عشان هو شخص عاطفي بالزيادة وحساس جدا، بينتقم منك على قدر الوجع اللي هو اتوجعه، وبالذات في الحب والمشاعر لما بينجرح او يتوجع فده اقصى عقاب او اقصى جرح هو ممكن يتحمله، فبالتالي عقابك او هو هيرد لك القسوة دي بانتقام شديد جدا. فده برضو بيكون من ضمن اسرار برج السرطان. وخلي بالك انك لازم تحذر من التعامل مع برج السرطان، سواء بتعامل رجل او مرأة، يعني لازم تحذر من الوجه الملائكي والشخص الملائكي اللي موجود قدامك سواء رجل او مرأة، لان هم قادرين على التحول لشخصية جبارة جدا وصعبة جدا انك تعرف او ان انت تقول هي دي الشخصية اللي انا اتعاملت معاها من البداية، لا هيبقى صعب جدا تقول ده. فخلي بالك جدا ان هم ما بيردوش بيه ان حد يعني يتدخل في مشاعرهم او قلبهم ويكسروا او يجرحوا، فدي نقطة مهمة جدا. فيه برضو سر تاني موجود عند برج السرطان، وهو ان دايما بيكون محبوب من الناس،
دايما نلاقي برج السرطان بيبقى محبوب من اصدقاء وناس كتير بتتكلم معاه، وده بيكون ان هو شخص عشري ده اولا. تاني حاجة انه شخص عنده روحانيات هايلة وعالية بتعمل هالة حواليه، الهالة دي بتبقى فيها جاذبية، يعني بتجذب اي شخص ليه. عشان كده بنلاقي ان برج السرطان بيكونوا نوعين، يا شخص بيكون ناجح بالوضع الاجتماعي ان في ناس بتدعمه وناس بتبقى بتدفعه للامام، والنوع التاني ان في ناس بتبقى يعني بتنجذب ليك قوي، فبالتالي تبص لك في حياتك قوي فتحسدك جدا، فبالتالي تبقى عايزة تحقد عليك وتأذيك اكتر. فده بيكون نوعين بيتعرض ليهم برج السرطان. دي على فكرة بعض من اسرار برج السرطان. برج السرطان معبي سر غامض، ما عنده اسرار كتيره، وعنده شخصيته فيها بعض الغموض الكتير، يعني مش بعض، فيها غموض كتير جدا، حاجات ما تتوقعهاش في شخصيته. قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا. وانا كنت عامله يعني على المنتدى وسالتكم، وناس كتيره، وقريت على فكره كل التعليقات، وفي منها كتير فعلا بيكون في برج السرطان، يعني كل ده فعلا موجود عندكم. لكن في حاجات بقى اللي هي لازم اللي احنا نقولها التانية اللي مش كتير يعرفها، فهي ده يمكن الحاجات اللي احنا صعب ان الجنس الاخر او الناس اللي بيتعاملوا معاكم يعرفوها، فعشان كده حبيت اني انا اوضحها. بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.